مرحلة الشباب هي أروع مرحلة بيمر بها الإنسان منذ أن يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان، بيمر بمراحل متعددة. أروع مرحلة يمر بها الإنسان هي مرحلة الشباب، لأن الشاب بيكون عنده طاقة وقوة، فنجد الشاب في عنده قوة وعطاء وهبه الله سبحانه وتعالى، شغف او اختص بالحياة. بها، اختص المرحلة دي بالحماس ايوه، والقوة. وهبه الله سبحانه وتعالى شغف بتجارب، الدخول في التجارب لاكتساب الخبرات وتحقيق الذات وتحقيق الاهداف اللي يرغب فيها. تمام. وطبعا الشباب هم عماد الامه، عماد اي امه، وبناة حضاره اي امه، وهم ثروه، هم خط الدفاع الاول عن اي امه. تمام. والامم التي تمثل الفئة العمرية فيها، هي الفئة العمرية الأكثر فيها الأكثر الشباب، فيها الشباب، تكون فعالة هي بشكل الأمم إيجابي. التي توصف بالقوة، هي الأمم التي توصف بالقوة، التي تكون الفئة العمرية الشبابية الأكثر هي فيها الأكثر شبابا. فيها. تمام. ومن هنا نقدر نعرف أو نقدر نستنتج إن الشباب بيحملوا داخلهم طاقات إبداعية متعددة، ممكن في ان هم شتى المجالات في يقدروا الاتصال. يوظفوها في مجاله، في مجتمعهم بطرق مختلفة، لأن لهم أدوار كتير مجتمعية يقدر الشباب يقوم بيها. يعني محتاجة طاقته، محتاجة إبداعه، محتاجة رؤيته لأفكار جديدة، طبعا طبقا لمتطلبات العصر اللي احنا فيه والتكنولوجيا والابتكارات والأمور دي كلها. فنجد إن الشاب له أدوار متعددة جدا في المجتمع. فمثلا الشباب بيشاركوا في الحياة الاقتصادية، تمام، من خلال إنشاء المعارض، إقامة المعارض التسويقي. فكل ما يسلط الضوء على المنتج المحلي التجارة يؤدي والصناعة. والتجارة، يعني المنتجات المحلية اللي بتعرض في المعارض تمام. التسويقية، فده بيؤدي إلى معرفة المواطنين بالمنتج المحلي فيزيد الإقبال عليه، فده بيساهم في الناحية الاقتصادية. كذلك مشاركتهم في الناحية السياسية، زي مشاركة الشباب في الانتخابات، وأصوات الشباب تمثل جزء كبير جدا لا يستهان به من العملية الأكثر. الانتخابية. تمام. كذلك مشاركتهم في مناصرة قضايا الرأي العام وقضايا المرأة وقضايا الطفل. تمام. كل هذه الأمور أو الأدوار ممكن يقوم بها الإيه؟ الشباب في المجتمع. يعني حضرتك المجتمعات، أكيد المجتمعات اللي عندها قدرة عالية على استغلال قدرات شبابهم وطاقتهم، هي أكيد بالتأكيد مجتمعات في الصفوف من الدول الأولى المتقدمة، أو مجتمعات في الصفوف هتكون المتقدمة. هذه الدول من طيب الدول على المتقدمة. المجتمع مثلا، أو إحنا كمجتمع إزاي يكون عندنا، أو إزاي يكون كمجتمعنا مثلا أو كدولتنا تستغل إزاي قدرات شبابنا في إن هي تبدع أو تطلع يعني منهم أحسن حاجة، أو نبدع في مجالات متعددة إن إحنا للشباب. نوفر للشباب الدخول في هذه المجالات. احنا قلنا زي ما احنا قلنا دلوقتي ادوار كتير متعدده لا سبيل لحصرها هنا في مجالنا دلوقتي، لكن ان هي الدوله توفر للشباب الدخول في كل المجالات المنوطه بالشباب، هناخد منهم طاقتهم، هيقدروا يفيدونا ويعود علينا من افكارهم وابداعاتهم مثلا في المبادرات، اسف للمقاطعه، المبادرات العماله التطوعيه. ايوه، ما انا ازاي لسه كنت ازاي هقول لحضرتك، يعني الشباب دلوقتي بداوا يشاركوا او بدات تنشط عمليات انواع من الاعمال ما التطوعيه هي التي هذه يقوم الانواع؟ ما انا هقول لحضرتك اهو، الاعمال التطوعيه اللي بيقوم بيها الشباب دلوقتي في الفتره الحاليه امر جذب انتباه الناس. يعني احنا بدانا نشوف اعمال تطوعيه كتير، زي مساهمه الشباب في مؤسسات المجتمع المدني، زي الجمعيات والمؤسسات الخيريه. الخير. تمام. هل حضرتك انت دلوقتي بتقولي بتتكلمي عن العمل التطوعي وعن الشاب ملزم عليه العمل التطوعي، هل العمل التطوعي او اني اخل او الجاء الشباب للعمل التطوعي هو من واجبات عليهم، يعني الزاما على كل شاب انه يكون له عمل تطوعي في مجتمعه؟ هو المفروض هو لازم يكون له عمل تطوعي من خلال احساسه من تلقاء بواجبه نفسه. تحت من واجبه تجاه مجتمعه، من واجبه تجاه مجتمعه، لازم بيتخلق عنده الاحساس بالعمل التطوعي، لازم لانه يفرض على لانه نفسه له العمل حقوق في التطوعي. المجتمع وعليه واجبات. واجبات. نعم. فمن واجباته للمجتمع اتجاه مجتمعه انه يقوم باعمال تطوعيه تعود على مجتمعه بالفايده. بالخير. تمام.
تمام. فالاعمال التطوعيه اللي بيقوم بها الشباب في الوقت الحالي بصراحه يعني عاجبه الناس يعني، وبصراحه بتبين ان احنا عندنا نوع من الشباب، مش كل الشباب شباب مستهتر زي ما احنا واخدين فكره، او شباب مش حاطط المسؤوليه في دماغه. لا، الاعمال التطوعيه اللي بيقوم بها الشباب زي مثلا اعمال تطوعيه اللي شغلت السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت دي، مثلا جبر الخواطر مبادره جبر الخواطر ديت، ازاي بتدخل السعاده والبسمه على ولو بالشيء القليل البسيط، على ابسط حاجه. طيب يا دكتور، نعم. حضرتك يعني اقحمنا الشباب في مجالات عديده في الاعمال التطوعيه وحققوا مجالات، ده هيفيد مجتمعنا في ايه مثلا؟ لا، مع المجتمع هيرقى لما انت تلاقي في مجتمعات يزيد فيها العمل التطوعي، تمام، ويجي والشباب هم اللي بيقوموا بالادوار دي، هيعود على المجتمع والافراد اكيد بالخير بالنفع. ليه بقى؟ لان الامور التطوعيه اللي بيقوم بها الشباب هو قايم بها من تلقاء نفسه، مش منتظر منها مقابل مادي او مقابل، هو قال انه طالبه مقابل معنوي، يشوفه في عيون الناس او بيحس ان هو بيعمل حاجه كويسه، او يشوف مجتمع راقي، يحس بلمسه التغيير في مجتمعه، دولته متقدمه، هو سبب في لمسه التغيير دي يعني، بيكون هو سبب ده، فهو يحس ساعتها انه بيأدي واجبه المفروض عليه تجاه وطنه.